تتعدد هذه الأيام طرق الاحتيال الإلكترونية، خاصة ما يتعلق بالمعاملات المالية أو انتهاك خصوصية الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وأخيراً انتشرت نوعيات جديدة من طرق التصيد الإلكتروني والاحتيال تستهدف النساء بشكل خاص من خلال إرسال رسائل تحتوي عبارة زوجك خونك بالأدلة، لتقع بعدها الضحية بمجرد فتح الرابط في عملية احتيال كبيرة. نتابع ردود الشارع الكويتي على انتشار هذه الرسائل. أي طبعاً هي عرف كذا واحد خدم منه فلوس. نعم خدم منه فلوس. زين إيه. أي خدم منه فلوس. أي عن طريق النصب. نعم. زين هل تهتم أنت يعني الموضوع الرسائل الغريبة ولا يعني طنشها على ما قالوا؟ لا أكيد اهتم، يعني ما أي رسالة تجيني ما أعرف شنو مصدرها ما حاولنا شنو ما أفتحها ولا أقرب يمها كلش. بالنسبة للرسائل، في رسالة الحين منتشرة اللي هي مثلا يطرشونها يعني الحريم ولا كذا، أن زوجك خاين وعندنا أدلة ويطرشون رابط. احنا ندري أن بعض الحريم مثلا ممكن عندهم فضول بالنسبة للموضوع. صح التأكد. صح هذا الكلام كذا خراب بيوت، هذا خراب بيوت. الله يستريح. ايه انتشرت ايه نعم سمعتها اليومين، خصوصا اليومين هذا سمعت عنها الموضوع هذا. ايه نعم. انت شو اللي تنصح الناس مثلا؟ انصح انهم لا يفتحون اي رابط يوم ما يعرفونه ولا يصدقون اي شيء يعني ايام عن طريق السوشيال ميديا. لا ما ادخلهم لان كله كذب. ايه وخراب بيوت. نعم وما ينفع. نعم صراحه مو زين. في ناس وايد خسروا فلوس من المواضيع هذه. ايه طبعا اللي على وجههم على نياتهم. ايه واللي يسوون شغل بدون ما يشاورون احد. ايه اكيد يروحون فيها. زين يما في رساله منتشره انه يعني خصوصا يعني مستهدف الحريم، ان هذا زوجك خاين وكذا وعندنا الرابط هذا ودشه يعني شوف الدليل. ايش رايك انت بالحريم مثلا اللي يصدقون ويدشون هذيلا؟ ما عندهم سالفه. اول شيء مو واثقين من نفسهم. ايه وثاني شيء الوحدة أهم شيء عندها الثقة بينها وبين ريلها. صح. حتى لو ريلها يخونها خلي يخونها مرة مرتين ما رده بيرجع لها. صح. شو الفائدة من الخيانة؟ نعم. وبعدين هي ما عندها سالفة إذا هي مواثقة من ريلها ولا من معاشرته ومن حياتها. نعم. ليش تروح تدخل روحها في مواضيع الله غانيها عنها. صح. وعن المشاكل. نعم. بالعكس لازم ما تشجعهم. ايه. وتعطيهم طاف. ما تدخل الروابط. لا ما تدخل هالروابط ولا تخرب بيته. نعم. ولا تخرب. نعم. بينها وبين عيالها وهي واثقة من ريالها، ايش حقها الخرابيط كلها؟ صحيح. حتى الريال المفروض ما يخرب بيته على سبايب سوالف حريم. ايه. فاضية. اختي خذوا منها 13 دينار. لا اله الا الله. اي نعم. اي هذا الحكي متى؟ اي قبل تقريبا شهر. 13000 دينار. نعم نعم. اي اها بعد يعني على موضوع انه يعني صدقت الرسائل هذه بعدين صدقت هم ما كانوا يصدقون. اها. اي بعدين لما شافوا بعينهم صدقوا. شلون تم يعني التحايل عليها؟ عن اي طريق مثلا؟ ما ادري صراحه شلون. روابط يعني يسالونهم سؤال جواب كذي. ايه ويصدقونهم بعد يقول افتحوا هذا وما ادري لما توهقوا. هذه ما عندها ثقة بنفسها وقاعد تدمر حياتها يعني أهم. أيه. شيء تكون يعني مؤمنها بربها العالمين. نعم. وواثقة بزوجها. أنا أنصح إنه ما يدخل الروابط هذه ويكونون واثقين ببعض عشان تستمر حياتهم زوجينها.